بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أحبائي الصغار مرة أخرى في قناتكم ربي زدني علما. سنواصل معكم دروس مادة الرياضيات بنشاط أقوم تعلماتي، والتمرين رقم 10 يقول: يبتدئ فصل الربيع عادة يوم 21 مارس وينتهي يوم 20 يونيو من كل سنة. أستعين بالمستقيم التالي وأحسب عدد أيام فصل الربيع في دفتري. ولدينا هنا رسم توضيحي للتمرين. إذن قبل أن ننجز هذا التمرين نمر لنشاط توضيحي، وبعد ذلك نقوم بإنجازه. إذن بالنسبة لهذا النشاط التوضيحي، لدينا هنا فصول السنة، وكما تعرفون ففصول السنة أربعة، وهي الخريف، الشتاء، الربيع والصيف. إذن وكل فصل يبتدئ في تاريخ وينتهي في تاريخ آخر كما تلاحظون معي هنا. ففصل الخريف يبدأ في 21 شتنبر وينتهي في 20 دجنبر، وعندما ننتهي في 20 دجنبر طبعا نأتي الفصل الذي بعده يبدأ في اليوم الذي بعد 20، يعني هنا 21 دجنبر. إذن قلت يعني مني كيبدأ الفصل الخريف 21 شتنبر وكيسري في 20 دجنبر، يعني شكون النهار اللي مورا 20 دجنبر هو 21 دجنبر كيبدأ فيه الفصل اللي مورا الخريف. إذا كما تلاحظون هنا ف 21 دجنبر يبتدئ فصل الشتاء وينتهي في 20 مارس. كذلك هنا 21 مارس يبدأ فصل الربيع وينتهي في 20 يونيو، وبعد ذلك فصل الصيف يبتدئ في 21 يونيو وينتهي في 20 شتنبر. إذن يعني هذا الأمثلة التي راها اللي كتشوفوها واضحة. وطبعا ملي كنجيو نحسبوا هاد المدة هذه كنجبروا 3 أشهر. طبعا حنا عندنا هنا 21 شتنبر، يعني شحال باقي له باش يتسالى؟ باقي له تقريبا هنايا بالنسبة لشتنبر، شتنبر فيه 30 يوم، يعني هنا من 21 حتى 30 كيكون عندنا 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، كاين 10 ايام. اذا هنايا زادت واحد 10 ايام، انا غادي نعمل لكم واحد الشرطه، يعني 10 ايام باش سالا شتنبر، يعني من هنا هذه 10 ايام. مورا شتنبر كيجي لنا اكتوبر، هنايا فيه 31 يوم، ومورا اكتوبر نوفمبر، نوفمبر فيه 30 يوم، ومورا نوفمبر كيجي 20 يوم في دجنبر. اذا هنا عندنا ها واحد الشهر، ها شهرين، عاودوا هاد 20 زائد 10 اللي قلت لكم هنايا هي الشهر الثالث. داكشي كنقولوا مدة كل فصل 3 أشهر، واخا هو كياخذ 10 ايام من شتنبر وكيدي اكتوبر ونوفمبر و20 يوم من دجنبر، يعني كيف حال اللي كيبانوا 4 شهور، ولكن المدة 3 أشهر. هذه اللي خصكم تعرفوا، يعني واخا كيبدا في شتنبر وكيسالي في دجنبر، يعني اللي كيبغي يجي يحسب شي واحد بالشهور غادي يجبر 4 أشهر، ولكن هي بالنسبة للمدة 3 أشهر. وكذلك نفس الطريقة بالنسبة لي فصل الشتاء كذلك 3 أشهر، وفصل الربيع 3 أشهر، وفصل الصيف 3 أشهر. إذن انتهينا من هذا النشاط التوضيحي، نمر الآن إلى إنجاز التمرين. إذن الآن نمر لإنجاز التمرين الذي يقول: أستعين بالمستقيم التالي وأحسب عدد أيام فصل الربيع في دفتري. إذن بالنسبة لنحنا أنا رسمت لكم هذا المستقيم هنا باش كيجي واضح، يعني في الكتاب راه يعني صغير شوية ما غاديش نقدر نشرح فيه. إذن بالنسبة لنا حنا خاصنا نحسبه شحال كاين من نهار في فصل الربيع. إذن هذا هو فصل الربيع، كيبدأ قلنا حنا اللي شفنا النشاط اللي قبل منه كيبدأ في 21 مارس وكيسالي في 20 يونيو. إذن هنا هما عطاونا يونيو كامل، إذن حنا غنديو غير حد 20 يونيو. إذن هذه اللي غنبداو بها الأولى. إذن ها هما عطاونا كيبدأ في 21 مارس، ها هما سالا مارس هنا، بدأ أبريل
سالا ابريل هنايا بدا ماي سالا ماي هنا. اذا حنا هنا غنحتاجو غير حد 20 يونيو، يعني 20 يوم في يونيو، لان في 21 يونيو يبدا فصل الصيف. اذا هنايا اولا خصني نحسب انا شحال عندي هنا في هذا المكان هذا شحال عندي من يوم. اذا غادي نحسبو كنبداو من 21 وغنوقفو في 31. اذا 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. خصني نحسب شحال من يوم عندي هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اذا عندي هنايا 11 يوما، 11 يوما. وابريل حنا راه كنا سبقنا تعرفنا كيفاش الطريقه باش نعرفوا عدد ايام شهور السنه الميلاديه. اذا ابريل عندنا فيه 30، ابريل فيه 30 يوما. غادي ندوزو عند ماي، ماي فيه 31 يوما. وهنايا كناخذو كما قلت لكم كناخذو غير 20 يوما. اذا وبالتالي صافي جبرت هنا 11 30 31 و20 كنجمعوهم مع بعضياتهم. اذا هاد باش تجي سهله كنجمعو 20 مع 11 كتعطينا 31، 31 زائد 31 كيعطينا 62، 62 زائد 30 كتعطينا 92. حنا غادي نعاودو نحسبوها هنايا، قلنا 11 زائد 20 كتعطينا 31، ها هي 31 زائد 31 ديال شهر ماي زائد 30 ديال شهر ابريل. اذا عمليه الجمع وننجز العمليه، 1 زائد 1 زائد 0 تساوي 2، 3 زائد 3 زائد 3 تساوي 9. اذا وعدد ايام فصل الربيع هو 92 يوما، 92 يوما. اذا الان مر للتمرين الموالي، ونمر الان للتمرين الموالي. قالت فاطمة عدد اسابيع السنة هو 52. السؤال: ما هي العملية التي تقربنا من عدد ايام السنة؟ انجز هذه العملية. اذا في هذا التمرين نحن سنعتمد على المعلومة التي اعطتها لنا فاطمة، وهذه المعلومة هي عدد أسابيع السنة هو 52، يعني في السنة كاين 52 أسبوع. إذا نحن نعرف بأن في الأسبوع 7 أيام، في الأسبوع 7 أيام، وإحنا في السؤال مطلوب منا عدد أيام السنة. إذا عندنا أسبوع فيه 7 أيام، وهذاك الأسبوع كيتعاود 52 مرة، يعني 7 تتكرر 52 مرة. ودائما عندما يكون لدينا رقم يتكرر عدة مرات فنقوم بإجراء عملية الضرب. شكون هما هاد العددين اللي عندنا؟ عندنا 7 شحال كتكرر من مرة؟ 52 مرة. إذن العملية هي 52 في 7. إذن هي هاد العملية هذه، هذه هي العملية التي تقربنا من عدد أيام السنة. إذن الآن سوف ننجزها. 52 في 7 تساوي 7 في 2 14، أكتب 4 وأحتفظ بواحد. 7 في 5 تساوي 35 زائد 1 ديال الاحتفاظ تساوي 36. إذن عدد أيام السنة هو 364، يعني هو كيقربنا للعدد ديال السنة، يعني عدد أيام السنة ماشي هو 364، يعني هاد العملية كتقربنا من عدد أيام السنة. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.